إذا الحديث حول هذا الخبر وما يتعلق به الشأن العراقي، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي. دكتور وسام، نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. وربما يأتي هذا القرار في سياق التصريحات السابقة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عندما قال أن أي تحركات عسكرية أو أي فصيل يحمل السلاح هو فصيل ليس قانونيا. برأيك هل سوف تستجيب الفصائل المسلحة في العراق لهذا القرار الذي أصدره رئيس الوزراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه هذه المسألة مسألة إيجابية بالنسبة للدكتور عادل عبد المهدي لحصر السلاح بيد الدولة، وأول من فعل هذا هم سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر بالانضمام إلى الجيش العراقي والانضمام إلى القوات المسلحة والأمنية العراقية. باقي الفصائل أعتقد أنه حتى نستطيع أن نسيطر على الوضع داخل العراق وحصر السلاح بيد الدولة والولاءات الحزبية لبعض الأجندات أو بعض الموجودين داخل الحشد الشعبي، أعتقد هذه ستختفي من الساحة العراقية من يكون ولاءه لدول متعددة، كما صرح بعض المسؤولين في بعض الدول بأنهم هم الذين يسيرون السياسة العراقية. أعتقد وفي نفس الوقت أنه مسألة الانضمام هذه كما قلت هي مسألة إيجابية، في نفس الوقت لمسألة أن يكون العراق موحدا لا أن يكون عراقا ميليشياويا حزبيا تكون السلطة بيد الأحزاب السياسية والتبعات المستقبلية في مسألة السلبيات التي قد تحدث من داخل تلك يعني الأحزاب السياسية التي لديها يعني كما نقول مسلحين داخل الدولة. الدولة تريد القضاء على هذه المسألة، تريد كما قلت حصر السلاح بيد الدولة، وكل من يخرج عن القانون يعتبر من ضمن يعني نعتبره من الإرهابيين ونعتبره ضد الدولة. كما تعلم أخي العزيز أنه العراق ولاءه لبعض الدول كما قلت، فيجب أن يكون ولاءه للعلم العراقي وأن يكون ولاءه للوطن، لأن نعتبر الجيش العراقي هو السور الحديدي للوطن. لذلك السيد عادل عبد المهدي اتخذ هذه الخطوة الإيجابية في سبيل درء الأخطار التي قد تحدث من قبل الحشد الشعبي. لكن دكتور وسام، هل تراهن على التنظيمات سواء كانت سياسية أو مسلحة في العراق على الاستجابة لهذا القرار، أم أن الدولة العراقية المؤسسات الأمنية العراقية والسياسية الرسمية في العراق سوف تضغط على هذه الفصائل لتسليم الأسلحة أو على الأقل الانضمام تحت ألوية الجيش العراقي؟ يعني أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الـ يعني عدم الإيجابية أو عدم الإيجاب للحكومة العراقية في مسألة أنه الانضمام إلى القوات الأمنية والجيش. يعني المفروض هنا عند الانضمام لا أن يكون ولاءه للحزب بل يكون ولاءه للجيش العراقي. وهل تقبل الفصائل بذلك؟ ما أنا قلت في ذلك بأنه بعض الفصائل قد ترفض هذه المسألة لأنها تريد أن تسيطر على البلد وتريد أن تسيطر على السياسة الداخلية في البلد، لكن مسألة التكاتف ضد هؤلاء مهمة طبعا. مهمة. لكن نعم. لكن دكتور وسام، هل تتوقع أن تحدث أزمة ما بين الفصائل السياسية التي لها ذراع عسكري إنجاز التعبير في العراق وبين الحكومة المركزية جراء هذا الأمر؟ يعني بعض المنظمات لها باع طويل في مسألة الولاء للحزب، كما مثلا منظمة بدر التي كانت في إيران في ذلك الوقت والتي يقودها السيد هادي العامري. أعتقد أنه قد يحدث بعض، لكن هذه المسألة ستكون هناك اتفاقات سياسية ما بين الحكومة، وأعتقد أنه بعض قواد هذه الحركات أو من جماعة الحشد الشعبي هم موجودين في السلطة،
ستحدث مشاكل قليلة جدا في رفض بعض الفصائل المسلحة في تسليم أسلحتها أو الانضمام إلى الحشد الشعبي، ولكن أعتقد هذه مهمة وخطوة إيجابية بالانضمام حتى يتبين من ولاءه للوطن ومن ولاءه إلى الأجندات الخارجية. ما نريده من السيد عادل عبد المهدي في هذه المرحلة بالذات السيطرة التامة على الأسلحة في الشارع العراقي، لأن ما يحدث في الشارع العراقي من قتل وخطف وبعض الأمور التي قد تحدث نستطيع أن نقول حتى يعم الأمن والأمان. نعم. أنت هنا تتحدث عن الجريمة الجنائية العادية وليس عن ما يتعلق بالفصائل السياسية التي لها أذرع عسكرية. أي أخي العزيز، هناك الجرائم موجودة داخل العراق. يعني انه بعض الفصائل قد تسعى الى السيطرة على الوضع داخل العراق. نحن نعلم انه هناك فساد اداري ومالي، بعض القوى السياسية من تتحكم بالمشهد العراقي والسياسة العراقية الداخلية. بعض الفصائل هناك من لديها سيطرة على الجمارك وسيطرة على الحدود وسيطرة على المطارات، وهذه المسألة لها ارتباطات كثيرة ببعض الأحزاب السياسية. السيد عادل عبد المهدي هنا يريد أن يضع حدا لمسألة السيطرة الحزبية على الوضع السياسي والمشهد العراقي داخل العراق. لذلك هذه المسألة كما قلت مسألة إيجابية. على السيد عادل عبد المهدي وعلى مجلس النواب أن يكون هناك قانون يتضمن بمحاسبة كل من يحمل السلاح خارج الدولة حتى نستطيع أن نسيطر على الوضع الداخلي والسياسي في العراق من قبل بعض التدخلات الأجنبية التي بعض الأحزاب السياسية والتي لديها أسلحة خارج نطاق الدولة وولاءها لدول أخرى، كما حدث في لبنان تعلم في مسألة الحرب الأهلية التي حدثت بسبب الأحزاب السياسية الموجودة في الثمانينات. الآن العراق لا نريد أن يتجه هذا ونعمل ألا يتكرر هذه التجربة اليابانية في اللبنانية في الرخ. أخيرا دكتور وسام، هل إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء على جهود مكافحة الإرهاب في بعض الجيوب التي لا زال تنظيم داعش الإرهابية يتواجد فيها في العراق؟ مسألة يعني هذه المسألة ضرورية جدا في مسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي الموجود والخلايا النائمة التي حذرنا منها سابقا بأن تلك الخلايا النائمة قد تصحو فجأة، وهذا ما حدث، وقلنا في وقتها أن يكون للاستخبارات العسكرية دور كبير في ذلك. الحشد الشعبي الآن والقوات الأمنية هم من يقومون بمطاردة هذا التنظيم الإرهابي، وخاصة عبر الحدود ما بين العراق وسوريا. قد يتطلب فترة من الزمن كما تعلم أخي العزيز، خاصة في المضافات الموجودة في بعض المحافظات التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. الآن هذه الخطوة الإيجابية بالانضمام إلى الجيش العراقي ومكافحة هذا التنظيم الإرهابي هي خطوة جبارة وخطوة ضرورية جدا بالنسبة للجيش العراقي والسيد عادل عبد المهدي في سبيل القضاء على هذا التنظيم الإرهابي، بما لدى الحشد الشعبي والاستخبارات العسكرية من معلومات عن هذا التنظيم الإرهابي. أصبح لدينا الخبرة كما نقول الكبيرة في مسألة مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، وأعتقد أنه كما يعني نعلم أنه سنتين فقط تم تحرير 3 مدن كبيرة من محافظات العراق من هذا التنظيم الإرهابي. لذا تعلم أنه أصبح لدينا أو لدى القوات العراقية والاستخبارية خبرة كبيرة في محاربة التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش من الأراضي العراقية. ونأمل أن تنتهي هذه الجيوب وإن كانت صغيرة للتنظيمات الإرهابية، تحديدا تنظيم داعش من العراق، وينتهي هذا التنظيم تنظيميا وترابيا وأيضا فكريا من العراق وكافة الدول العربية والعالم. دكتور وسام صباح، المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.